في أخت سائلة دكتور بتقول عمري 19 عام وكنت مخطوبة وأنا عندي 16 سنة، ويعني قعدت مخطوبة لمدة سنة ونص، وحصل بعض التجاوز شوية بيني وبين خطيبي. كانت بتفاصيل كتير، يعني ملخص التفاصيل بأن هما يعني كان خطيبها يعرف عنها كل حاجة، وأن هو في أحد الأيام يعني دعاها إلى شقته وراحت الشقة، وما كانش فيه في الشقة غير هما الاثنين، لكن بتقول في كلامها أن لم يحدث بينهم شيء يعني حرام، يعني حاجات بسيطة حصلت يعني. فالأخت بتقول إنها ما كانتش عارفة إن ده غلط، ولما وحصل الكلام ده لأنها كانت متوقعة إن هو هيبقى زوجها المستقبلي، يعني كانش تعرف إن ممكن يحصل انفصال في الخطوبة، وهي الآن تشعر بذنب شديد، وحتى مش قادرة إنها تقبل أي عريس تاني، لأن تشعر بذنب كبير جدا إنها عملت هذا الموضوع، أو إنها رحبت معاه مكان مغلق يعني. فبتسأل حضرتك بتقول يعني ازاي تتخلص من هذا الأمر، ازاي تتوب من هذا الموضوع، وازاي يعني ما يبقاش يعني عائق ليها في مسألة إنها تقبل عرسان تانيين يعني. يعني اولا قضيه ان لا ما عملتش حاجه حرام، انا بس حاجات بسيطه كده على اساس ان هو الخلوه مع واحد شقه لوحدهم ده مش حرام. يعني بيقول لك بقى كم غلطه كده وبتاع، بس الحمد لله ما عملناش حاجه حرام. يا ناس متصور الحرام ان يتم اجماع وناس كمان تحمل. لا يا جماعه، الخلوه حرام، اللمس حرام، النظر حرام، النظر غير الشرعي. الناس مش فاهمة ان يا جماعة لا، الناس متصورة هو درجات صح، لكن ده معناه ما يمنعش ده حرام. زي ما تلاقي واحد يتناقش واحد تقول والله تقيم لك ايه يا عم، ده مكروه. طب يا سيدي انت بتشرب كم مكروه في اليوم؟ 20 مكروه. ال 20 دول على بعض ما يعملوش 2 3 حرام يعني. فالناس اصلا دي هنا مشكلة في الاستهارة بالمعاصي. المسلم لابد يكون على حذر. طيب أخطأت وقعت في حرام، واتعلمي بقى من الدرس، أثبت لك إن هو مش هيبقى زوج. ولو بقى زوج بالمناسبة ما عليك ذنب أنت وهو، حتى لو كان اتجوزت، لأنك فعلت حرام لازم تتوبي منه، تبت إلى الله وندمت وعزمت خلاص انسى، ويتوب الله على من تاب، التائبون الذنب كمن لا ذنب له كما قال صلى الله عليه وسلم. تقبلي على حياتك وتنسي ما مضى ولا تكرر هذه الاخطاء، وربنا يتقبل مني. لا انا نفسيا مش قادر، يبقى روحي الطبيب نفسي اتعالجي من المسائل دي، مش هيجاوبك يا شيخ، ده هيجاوبك استشاري اسري او نفسي او طبيب، مش شيخ هيجاوبك. طب هنا نقطه دكتور، مساله يعني هل الخطوبه تحل شيء يعني مش للاشخاص العاديين ولا ما تحلش شيء خالص؟ الخطوبه هو وعد بالزواج. ولذلك هل عمرنا شفنا كل اللي اتخطبوا اتجوزوا؟ مش كلهم، مش كلهم صحيح. كام 70-90 بيتجوزوا في النهايه، 10% مش شويه واكتر، وناس تخطب مره واثنين وثلاثه ما فيش نصيب. وكم مره وانت لما رحت تتقدم توافق او ما توافقش خلاص؟ يعني نفس الحاله. اخوانا الخطبه لا تعطي حكما شرعيا الا حكما واحدا، ايه هو؟ ان لا يجوز لحد غيرك ياخد خطيبته بس. ليه؟ لاني لا بيع على البيع ولا خطبه على خطبه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انما يديك حق ما يديكش، بدليل فسخت الخطوبه، ما دافع مهر تاخده كاملا، جايب هدايا ثابته تاخدها. ليه؟ ده مش جواز. لو كان جواز او له احكامه كان يتاخد يا نص المهر يا المهر كله. ده حتى العقد بدون دخول لأحكام، والعقد مع الدخول لأحكام. فجماعة ميزوا دي مساحات لازم الناس تعرف ما يحل وما يحرم.